السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قلت أتكلم معاكم وأنا لسه بسخن العربية، إحنا 10 ماينس تحت الصفر يعني. فعايز أقول لكم على حاجة مهمة، عشان الكل بيتكلم من حوالي من يومين إن السوق فيه ارتفاع كبير جدا وإن الدنيا خلاص هتبقى وردي والكلام الحلو ده. عايز أقول إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة وتحذير من جهات كبيرة عالمية وجهات رسمية، وهتلاقي كمان صندوق النقد الدولي كمان موجود في القصة وحاجات كتير كده، اني في ركود اقتصادي جاي. طيب يعني ايه ركود اقتصادي جاي؟ والركود الاقتصادي ده ممكن يؤدي ليه؟ وايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها عشان اتفادى اي مشاكل كبيرة في هذه القصة؟ اذا لو في ركود اقتصادي جه، يبقى ما بتقول بقى اني لا هتلاقي مثلا لا البورصة العالمية ولا هتلاقي اي حاجة من الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم عليها تمام شغالة، وهتلاقي الدنيا صعبة جدا جدا. في قرار خده بايدن، انا شايف ان هو قرار حلو وكويس، ولكن محتاج وقت عقبال لما الوقت ده يعني يقدر يحرك الأمور في الاتجاه اللي احنا منتظرينه. وهو قرر وعمل خطوة زي اللي عملها ترامب، وهي إجراء حزمة من المساعدات للشعب الأمريكي في تتراوح لمليار وكسور، يعني حوالي 1.8 مليار دولار، هتكون معونات نقدية هتتسلم للناس. ولو نفتكر زمان ايام كورونا لما كان في شيكات بتتوزع على الناس وكان ترامب برضو بيوزعها، ده ادى لطفرة كبيرة مش بس في سوق الكريبتو، لا ده ادى في طفرة كبيرة في الاسواق العالمية كلها. طيب ايه اللي انا هفرضه اول لما هيكون في ايد الناس فلوس؟ اولا احنا عايزين نقول ان يعني الركود الاقتصادي ده هيؤدي لانهيارات كبيره في الاسواق العالميه، ومن ضمنها اكيد هيكون سوق الكريبتو. فما تتغرش بلعب حيتان بتحاول تضحك عليك وتديك صعود، الصعود ده هو مجرد صعود فيك، الصعود الفيك ده تضحك عليك فتدخل فلوس، فبعد ما سيادتك تدخل فلوس ينزل عليك السوق وتقعد تعيط. فإذا الصعود اللي قدامك ده احنا بنقول عليه وبأكد تاني هو صعود فيك، ولازلت بأكد ان البيتكوين ليه قاع تاني اقل من قاع 16875 اللي كنت بأكد عليه ايام ما كان البيتكوين في 25000 قبلها ب3 شهور. فلازلت تاني بأكد عليك بقولك خلي بالك، وخلي السيولة موجودة معاك، خلي USDT موجود معاك، ما تفتكرش ان البوران جه وان انت خلاص هتبقى تحقق الملايين، لا احنا احتمال كبير نبقى عندنا ركود اقتصادي، ركود اقتصادي عالمي يؤدي الى هبوط في كافة الاسواق العالمية، ومن ضمنها سوق العملات المشفرة هيكون ايضا في هبوط. ومع هذا الهبوط اللي اظن يكون بفضل الله هو اخر هبوط وهو اخر قاع المفروض نحصل عليه، من بعدها نبدأ بفضل الله في اتجاهنا على البور ران. فلذلك انا وانا بدردش معاكم بس عشان ما حدش يقول لك اصل السوق طلع وسابني، السوق جري وراح بيا، مفيش الكلام ده. احنا لازلنا عندنا مشاكل كبيرة، المشاكل دي هي اساس هبوط الاسواق العالمية ومن ضمنها سوق الكريبتو. لما تبدأ تزول هذه الاحداث العالمية ومنها التضخم ومنها الحرب ومنها يعني يعتبر الأزمات العالمية اللي بالطبع من خلالها بيرتفع الذهب وبيرتفع البترول وبيرتفع الغاز، ولسه الاجتماع كمان اللي جاي في فبراير مع أوبك، واحتمال كبير لتقليل حجم 2 مليون كمان برميل غير الاثنين اللي كانوا لسه نازلين، احتمال كبير ان يقل عدد براميل البترول الإنتاجية اليومية بقيمة 2 مليون كمان. فلو صدر ده هيؤدي لارتفاع كبير صعودا للبترول، ومن ثم هيؤدي لحاجات كبيرة جدا ورؤى كتيرة. فلازم قبل ما تتعلم انك تخش تضارب على عملة او تشتري عملة وتضارب فيها او تشتري وتبيع او يبقى معاك 100 دولار او 1000 دولار او حتى 1,000,000 دولار وداخل تضارب بيهم،
او تشتري او تستثمر لازم يكون عندك رؤية للاحداث العالمية الاول، والاحداث العالمية هي اللي تفهمك الشرط بتحليله ممكن ياخدك لفين، والرؤية بتأكد 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 ان احنا عندنا قاع لازم نوصل له للبيتكوين قبل الصعود الكبير. فلذلك كان واجب التنويه عشان محدش يجري، محدش يعيط، محدش يقولك السوق جري وهرب بيا، ولا كل الكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه. بالطبع معدل البطالة يعني تقرير مهم جدا لازم تسمعه، لازم تعرف ايه هي التقارير اللي بتأثر على الاسواق عشان تقدر انك تكون متتبعة وتعرف التذبذبات اللي بتحصل بتبقى تذبذبات بانهي شكل وايه اسباب هذه التذبذبات العالمية. لما تحب تسمع اسمع كلام محللين بيفهموا في السوق، مش تسمع كلام اشخاص بتقولك رؤى. وفي فرق كبير جدا ما بين الكلمة دي والكلمة دي. المحلل هو حاجة مختلفة، والتريدينج حاجة ايضا مختلفة ولكن بالطبع مهمة، لاني بيقرأ الشرط وراجل محترم وبيفتح شرط وبتشوفه بيتكلم معاك. اما الرؤى اي واحد بيفتح جهاز كمبيوتر ويقول لك انا رؤيتي كذا ورؤيتي كذا، يعني هو راجل محترم ونحترمه بالطبع كلنا. واي شخص بيجتهد سواء كده او سواء كده لكل الاحترام بالطبع، لان اي حد بيجتهد هو بيحاول ان يوصل لك معلومة بالقدر اللي هو شايف انها سليمة، ولكن تتبعك للمعلومة بيأتي من بعد بحث كبير لازم تعمله الاول على مسؤوليتك عشان تختار الاتجاه اللي حضرتك هتمشي فيه. في ركود جاي فلازم يكون عندك USDT موجود ومتوفر في محفظتك. ولا زلت اكرر السنة دي هتكون هي سنة خاصة بالذكاء الاصطناعي والعاب الميتافيرس، وهي دي الهوجة اللي المفروض هنتحرك فيها. وانا هخصص لكم حلقات بس عن ايه هي العملات اللي موجودة عندنا في السوق بتمثل عملات الذكاء الاصطناعي عشان تاخدها وانت في البير ماركت وتقدر تحقق فيها ارباح كبيرة بفضل الله. وارجع اقول تاني بشكل نهائي، الاكتتابات هي افضل حل ليك عشان تقدر تحقق ارباح في البير ماركت، غير كده لازال الترند هابط. تحياتي ليكم، دمتم في رعاية الله وامنه، مع دردشة على الماشي، معاكم كريبتو بنتلي مان، قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية ادارة المحافظ الـ VIP عن بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.